آخر سؤال بالنسبة لي هتكلم فيه عن المرأة. حضرتك شايف إن إحنا وصلنا في البرلمان ل 27%، كويس. دور الجامعة بقى العربية وصلت المرأة فيه ليه؟ الجامعة العربية عندها يعني نسب عالية جدا من تمثيل المرأة، والموظفين الموظفات من السيدات طبعا. احنا 27%، احنا في اظن ان احنا النسبة وصلت الى 50%، يمكن لو ما كانش 50 هيبقى قريب من هذا، 48 حاجة زي كده. فالحقيقة النسب عالية جدا للسيدات في أمانة الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية لما بتختار كفاءات بتعينها وتلتزم بيها ما بتميزش في النوع، يعني بتختار سيدات أو رجال وفقا للكفاءة ووفقا للخبرة وليس وفقا للنوع. ف يعني الحمد لله احنا واصلين لده، ويمكن أفضل من دول أعضاء كثيرة، لكن يعني نسبة مرضية، وأعتقد أنها يعني صحية أيضا ومفيدة. أقول لك حاجة يمكن مش كثيرين يعرفوها، هذا المبنى عندما صمم وبني وانتهى بناؤه في يمكن سنة 60، قعد ما يقرب من 12 سنة لم يكن فيه دورة مياه حريمي واحدة، لأنه ما كانش فيه سيدات في المبنى. ولما بدأ دخول السيدات إلى المبنى، قيل لي أنه هو في سنة 72 يعني بدأ التفكير في عملية، طب يعني محتاج الأمر إلى دورة مياه حريمي، ف يعني من هنا بدأت القصة دي. فطبعا ده عشان اقول لك قد ايه في تطور في الوضع، ان المنظمة لم يكن فيها سيدات حتى وقت يعني وصلت 50% الان هي في تقريبا بالمناصفة بين الرجال والسيدات.